الآن تشاهدون فريق الجدعان. يلتقي المهندس نبيل يعقوب أشهر مصدر للفاصوليا والبسلة الحلوة والبصل والثوم والطماطم والفلفل إلى أوروبا، وجميعها من إنتاج صوب المشروع القومي للزراعة المحمية. فريق الجدعان يلتقي بالشركة المصرية الوحيدة التي نجحت في تقديم منتجاتها الزراعية من الأعشاب النباتية في معرض فروت لوجيستيكا، حيث تمثل تلك الأعشاب سوقا جديدا وواعدا. تعالوا بقى نشوف خير مشروعاتنا القومية، وتحديدا المشروع القومي للزراعة المحمية. فريق الجدعان هيقابل دلوقتي المهندس نبيل يعقوب، أشهر مصدر للخضر والفاكهة الطازجة لكل أسواق العالم، وفي مقدمتها الفاصوليا والبسلة الحلوة والبصل والثوم والطماطم والفلفل، وكله رايح أوروبا وبيزرع كميات كبيرة منها في صوب المشروع القومي للزراعة المحمية. مهندس نبيل، مشهور في العالم كله مجموعة نيفكس أفضل زراعات أورجانيك. كلمنا على أسواقنا، كلمنا إحنا رايحين فين. هي خاصة في الدول الأوروبية بقى الاتجاه دلوقتي للزراعات الحيوية أو الزراعات الأبنة. في معظم دول أوروبا خاصة يوكي، إنجلترا، ألمانيا، هولندا، النمسا، التركيز على محاصيل الأورجانيك أكتر طبعا من العادي أو الكونفنشنال. يعني دايما بسمي حضرتك مزارع الذهب، أنت بتزرع الفاصوليا، بسلة الحلوة، قول لنا إيه زراعات تاني اللي أوروبا مستنياها من مصر من هذه النوعية؟ هي بالنسبة لزراعاتنا اللي احنا بنزرعها في مزارعنا أو بنشرف عليها في مزارع تانية، الفاصوليا الخضراء بأنواعها كلها، البسلة، الفراولة، البصل سواء كان البصل الأخضر أو البصل الناشف الأصفر أو البني، وبعض الطلبات اللي بيحددوها لنا العملاء من برة بناخد التقاوي من عندهم وبنزرعها وبنشرف عليها. وطبعا هي الزراعات دي لازم حساسة ودقيقة ومش قابلة الخطأ، يعني انت هتابعت حاجة أورجانيك حيوية لعميل برة لازم تكون متأكد 100% انها ما فيهاش اي مشكلة، لان ما فيهاش كارت اصفر، كارت احمر على طول راحت لعميل، وانت بعت بشهادات الأورجانيك وطلع فيها اي نسبة يبقى خلاص الشركة بحالها برة المواضيع. فبتبقى عايزة حرص في الشغل جامد، وبنتبع كل التعليمات سواء من الاتحاد الأوروبي أو الجهات المصرية، وبنراعي كل المطلوب فيها. حس حرك سؤال، حرك من رواد زراعة النباتات الحيوية أو زراعة الأورجانيك، بنعلم المزارعين اللي حوالينا أكيد بتاخد منهم، فمحتاج محصول ينفع يتصدر، بتعلمهم، بتدخلهم، بتأهلهم، بتدخلهم دورات يعرفوا يعني زراعة حيوية. احنا بالنسبة لزراعاتنا في مزارعنا الخاصة احنا عندنا 8 مزارع، 7 واحدة في الأقصر، بنعمل دورات تدريب للناس بأساتذة مصريين، واحيانا بنحتاج خبرة من الدول الأوروبية برضو بييجوا وبيتعلموا وبينفذوا كل تعليماتهم بحيث ان احنا ناخد منتج آمن وحيوي فعلا. هسألك السؤال اللي دايما في دماغ الناس في الشارع، مصر بكل مساحاتها وأراضيها كانت محتاجة مشروع للزراعة المحمية؟ ده السؤال اللي بيقولوه، رد لنا وفهمنا كنا محتاجينه ليه. احنا الحقيقة محتاجينه لفترات ما ينفعش الزراعات المكشوفة تغطي، لأن الزراعات المحتاجية بتغطي وقت كبير في السنة اللي هم شهور الشتاء، ديسمبر ويناير وفبراير، و الشهور دي الزراعات المكشوفة رغم كترها ما بيديش انتاج في الوقت ده. فاحنا محتاجين الوقت ده ان تكون الزراعات متغطية ومحمية، انها بتطلع زراعة جودة عالية وآمنة، بنراعي فيها المبيدات
بره مش عايزين مبيدات، واحنا هنأكل الناس بتوعنا برضو بالراعي هذا الكلام في الانتاج، سواء اللي بيتوزع من خلال الصوب الجيش سواء في مصر او بره، من راعي كل المعايير المطلوبة. خلينا اكلمك على ملف الدعم التصديري، وانت من اهم المصدرين في القطاع الزراعي. الدعم التصديري المطلوب للقطاع الزراعي بينفذ فعليا ولا في مشاكل؟ خلينا اكلمك على الدعم التصديري القطاع الزراعي، لقيه ولا صعب؟ انا قربت انسى موضوع الدعم التصدير او مساندة المصدرين، لان احنا بكام سنة ما شفناهوش، ومصاريفنا كتيرة ومحتاجين للدعم. بل بالعكس انا بقول مش مهم يدونا دعم، بس يبقى تقدر المكاسب الحقيقية بالنسبة للضرائب بطريقة صح ومنطقية. يعني احنا دلوقتي عندنا مشكلة وعند كل المصدرين، اللي هي نقص سعر العملة سواء اليورو او السنين او الدولار، نقص بنسبة 15-20%. محتاجينه ليه الدعم التصديري واحنا بنصدر؟ ده السؤال اللي ممكن يتقال. محتاجينه لان احنا لازم نكون منافسين. احنا السنة دي تصديرنا اللي كان بيزيد كل سنة، السنة دي نقص على السنة اللي فاتت. أنا ما أعرفش ناس ممكن تقول في زيادة، السنة دي نقص كتير، لأن في منافسة من دول كتير، في منافسة من السنغال، من المغرب، من دول أفريقية كتير قوي. فإحنا لما كناش ندعم وندد البضاعة بسعر مناسب لبره، هينسوا مصر خالص في التصدير. لازم يبقى فيه دعم بحيث ندي سعر يلائم السعر العالمي اللي بياخده بيه. يعني أنا عندي 52 عميل في دول أوروبا، خمس عملاء منهم قالوا لا احنا مش هناخد غير من السنغال، سعرهم صحيح بضاعتكم يمكن أجود سنة، إنما السعر بيتحكم. الواحات منطقة واعدة زراعيا وكلها خير. دلوقتي هنقابل محمد قمورة، مدير التصدير في شركة الطيبات للمشروعات الزراعية، وهي الشركة الوحيدة اللي نجحت في تقديم منتجاتها الزراعية من الأعشاب النباتية زي الروزماري والنعناع الفلفلي والمرمرية والبقدونس المجعد والعادي والسبانخ وغيرها في معرض فروت لوجيستيكا 2020، وبتنافس بقوة في أسواق العالم. تعالوا نتعرف على الفرص المتاحة للأعشاب المصرية في أسواق العالم. خلي بالكم ألمانيا لوحدها بتستورد بحوالي 150 مليون يورو أعشاب نباتية. احكي لي ليه تحديدا الواحات اللي اخترناها لزراعة هذه الأعشاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الواقع منطقة الواحات هي منطقة بعيدة شوية عن المناطق القديمة في الدلتا، اللي هي فيها كونتامينيشن عالي من ناحية المبيدات، وبيعمل مشاكل في الجودة في النوعية دي من المنتجات اللي بنتكلم عليها الأعشاب الطازجة. وبالتالي منطقة الواحات هي منطقة مناسبة جدا جدا للحصول على منتج خالي من المبيدات، وفي نفس الوقت هي بنقدر نتحكم في مقاومة الأمراض اللي بتيجي للأعشاب في هذه المنطقة، لأنها منطقة جديدة، وبالتالي ما فيش فيها إصابات بتحصل كتير، فكله بيكون يعني under control من ناحية الأمراض أو الفطريات اللي بتيجي للأعشاب دي. انتوا هناك في الواحات بتزرعوا حوالي 2000 فدان ما بين عنب ومجدول، والأعشاب هي المساحة الأكبر، صح كده؟ بالضبط كده. احنا المزرعة تقريبا أكتر من 2000 فدان، فيهم جزء كبير مزروع حوالي 5000 نخلة من النوع المجدول، وبرضو في عندنا كمية مساحة مزروعة من العنب. عندنا نوعين من العنب، العنب الايرلي سويت، وعندنا الفليم سيدلس. برضو عندنا جزء كبير جدا مزروع برضو بالأعشاب زي النعناع والمرمرية والروزماري وحشيشة الليمون أيضا، وبنزرع برضو بعض الحاجات اللي هي بتبقى مطلوبة للتصدير ولكن بتكون مع التعاقدات زي السبانخ، ودي بتكون حاجة مطلوبة كتير جدا في أوروبا. يعني دي ما تزرعهاش لما تكون متعاقد عليها مع سوبر ماركت في أوروبا، صح كده؟ بالظبط كده، لأن هي بتزرع طبعا مساحات كبيرة وبيكون حصادها بتتحصد وبتتعبى وبتسافر على طول، فبالتالي ما نقدرش نزرعها غير بتعاقد. السبانخ تحديدا بيبقى محتاج معدات كبيرة قوي، موجودة؟ بالظبط. احنا المساحه عشان مساحه كبيره، فبيبقى في امكانيه ان احنا نستخدم معدات حديثه. عندنا معدات حديثه جدا في المزرعه، وكله بيكون الري بيتم عن طريق البيفتس، معظمه بيفتس في معظم الاحيان. يعني تزرع كل الاعشاب تحت الري المحوري في هناك في الواحات؟
معظم الاعشاب غالبا بتتزرع تحت الري المحوري، مش ري تنقيط ولا كلام من ده. لا، التنقيط بينفع اكتر مع الحاجات اللي هي الاشجار زي مثلا البلح، النخل المجدول ده بيبقى تنقيط، برضو العنب بيكون تحت التنقيط، لكن الاعشاب بيكون مفيد جدا ان هي تتزرع تحت الري المحوري. وكمان احنا بنستخدم الطاقه الشمسيه في رفع الميه، يعني بنحاول نحافظ على البيئه قد ما نقدر. شغل اوروبا يعني، شغل اورجانيك كله اكيد كده. بالظبط، هي المزرعه اوريدي فعلا سيرتيفايد اورجانيك وبرضه جلوبال جاب، ودي حاجه مطلوبه جدا في شغل التصدير. طب خليني اسالك على حاجه مهمه جدا، حضرتك بتتكلم على تصدير فريش يعني طازه للاعشاب اللي احنا بنزرعها، طب ما احنا لو جففناها نقدر نفتح اسواق ابعد، شرق اسيا، امريكا الجنوبيه، افريقيا، ليه ما بنفكرش نعمل التجفيف ده؟ هو في الحقيقة احنا ايضا بنجفف، يعني في جزء من عندنا من الاعشاب اللي احنا بنعملها دي بيتجفف، احنا عندنا المصنع بتاعنا في ماكينات بتجفف، وبنعمل يعني مواصفات اوروبية في الاعشاب وايضا التوابل، وبنجففها وبنبيعها. ولكن فكرة الاعشاب الطازة هي مطلوبة جدا في اوروبا، ويعني عايز اقول لحضرتك يعني على مثال بسيط جدا، المانيا في السنة غالبا يعني بتصرف حوالي 150 مليون يورو على الاعشاب الطازجة بس، وده رقم مش قليل. طبعا هم بيعتمدوا على المانيا لوحدها في اوروبا، طبعا هم بيعتمدوا اعتماد كبير جدا في الاعشاب دي على ايطاليا وعلى اسبانيا. طب لو سألتك على ان احنا بنصدر دلوقتي لاوروبا وبنصدر المجففات برضو لبعض الاماكن التانية، صح كده؟ مش اوروبا بس، اوروبا بتاخد الطازة، المجفف بيروح اماكن تانية، صح كده؟ لا، هي برضو اوروبا هي اللي بتاخد المجفف، لان برضو حسب دراسات السوق، لو احنا بنرجع لدراسات السوق دايما في شغلنا كشغل التصدير، هلاقي ان المانيا هي تاني بلد في العالم بتستورد الاعشاب المجففة، وبالتالي هم برضو بيستخدموها، يعني بتدخل في صناعات متعددة، منها زي مثلا الحاجات اللي بتعمل تي باجز، أو التوابل اللي هي بتستخدمها ستات البيوت، فدي كلها بيسموها فود انجريدينتس، بتدخل فيها الأعشاب المجففة. تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان يلتقي بالمهندس محمد الشيخ المتخصص في تصدير البصل والبطاطا لأسواق أوروبا وشرق أسيا، حيث يكشف أسباب انهيار أسعار البطاطا في الموسم الماضي والفرص الواعدة أمام البصل المصري. فريق الجدعان يكشف أصغر رئيس لشركة زراعية في مصر، وهو علي أيمن رفعت الجميل، العضو المنتدب لشركة كايرو 3A وصاحب علامة قطوف التجارية، حيث برع في زراعة وتصنيع وتصدير الرمان.